يا بلدي تركعي أو تستسلمي، بكرة تفوقي وتفهمي وتتكلمي، ولحد ممكن يجبرك تستسلمي، شعبك يشيل كل الهموم ولا تتألمي، لأنك أم الدنيا يا مصر. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة بألواننا الطبيعية. من عناوين حلقة النهاردة: منذر رايحنا سعيد بنجاح العقرب وأتمنى نجاح جارسو نيرا لأنه تجربة صعبة. مبروك لكل الأعمال التانية اللي اشتغلنا في ظروف صعبة جدا، والشكر لكل الزملاء اللي فعلا عدينا بمرحلة مش سهلة جدا وأصرينا عن نقدم حالة فنية مختلفة. إياد نصار: موجة حرة تجربة مختلفة ولم أقلد أحمد زكي. يمكن في شبه في التكنيك تمثيل، لأنه الفنان الله يرحمه أحمد زكي هو ميثود أكتر، والميثود أكتر عادة بيتقمص، وأنا من نفس المدرسة. إيهاب توفيق: تسلم الأيادي، أقل تقدير لجيشنا العظيم. أقوى تجربة وأصدق تجربة أنه الأحداث اللي كنا عايشينها في مصر والشعب المصري كله كان عايش فيها، فعبرنا عنها بالأغاني اللي احنا قدمناها في الفترة اللي فاتت دي، وكان من ضمنها أغنية تسلم الأيادي وأغنية تحس بإيه. كندا علوش: فخورة بكل أعمالي الفنية. الاثنين بحبهم والله، كل واحد مختلف، بحب الاثنين. هنروح لاستعراض سريع لأهم أنشطة الصحف المصرية والعربية، وهنبدأ بجريدة الوفد وحوار مع الفنانة رانيا يوسف، منشور تحت عنوان علشان خاطر مصر نعم للدستور. قدرت الفنانة رانيا يوسف إنها ترسخ موهبتها من خلال مسلسل نيران صديقة ومسلسل موجة حرة، وبالرغم إنها يعني المسلسلين حققوا نجاح كبير، إلا إنها قررت التركيز السنة دي على مسلسل واحد وهو مسلسل الصندوق الأسود. اتكلمت الفنانة رانيا يوسف وقالت إن المسلسل بيميل لنوعية الدراما السايكو دراما، وهو عمل مختلف وهتنافس بيه في رمضان القادم، وبترحب طبعا بالمنافسة الشريفة مع جيل الكبار، وبتقدم من خلاله دور فتاة اسمها دولة حجازي تعيش حياة متناقضة جدا بين الفقر والغنى، وبيشاركها البطولة الفنان خالد سليم والفنان الجميل خالد زكي وأحمد راتب، والإخراج لخالد الأعصر. أما التأليف لطارق بركات. قالت كمان إنها تقول نعم للدستور حتى ولو هناك ملحوظات عليه، المهم أن مصر تعدي المرحلة الحالية، وطلبت من الرئيس القادم أنه يستوعب الدرس كويس ويفهم أخطاء اللي قبله، لأن المرحلة الحالية مهمة جدا ولا تتحمل أي أخطاء بعد معاناة الشعب المصري لوقت طويل. في جريدة التحرير معانا خبر عن فيلم أسرار عائلية، واللي شهد خلافات كبيرة جدا بين الرقيب الدكتور أحمد عواض ومخرجه هاني فوزي. الخبر منشور تحت عنوان عرض فيلم أسرار عائلية آخر الشهر الجاري ومشاركته في مهرجان الأقصر. معلق بيأكد وبيقول الخبر إن فيلم أسرار عائلية هيخرج للنور قريب بعد صراع طويل في الرقابة، خصوصا أن تم إجازته مؤخرا لجنة التظلمات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة. والحقيقة وافق مخرجه هاني فوزي على إجراء بعض التعديلات على الفيلم، وطلبت اللجنة بحذف يعني لفظ في مشهد من مشاهد الفيلم، وحذف كمان مقطع صغير في مشهد آخر. وحددت الشركة العربية موزعة الفيلم إنها تقوم بطرحه نهاية الشهر الحالي. من ناحية تانية، لم يتم تحديد مصير مشاركة الفيلم ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية. هنروح لأهم التصريحات الصحفية اللي معانا. عمرو واكد: أستعد الفيلم أسود وردي وانتظروا القط في الصيف القادم. هشام سليم: أقرأ الخمس حلقات الأولى من تفاحة آدم وكلمتي مع المنتج عقد. أمال ماهر: لم أستبعد من مهرجان سوق الواقف في قطر. مي سليم: قصيت شعري من أجل مسلسل جبل الحلال. عصام الأمير رئيس التلفزيون: لسنا في حاجة إلى 33 قناة و20 إذاعة، نستهدف تحسين الشاشة وتعظيم الموارد.
السبكي 12 يوما وينتهي تصوير فيلم الحرب العالمية الثالثة. ومن موقع صدى البلد معنا تصريح للفنان منذر ريحنا منشور تحت عنوان مباراة في التمثيل في فيلم جارسونيرا. أكد الفنان منذر ريحنا أنه مبسوط جدا بردود الأفعال على فيلمه الجديد جارسونيرا، واللي بتدور أحداثه حول ثلاث شخصيات في مكان واحد فقط، بيدور بينهم مباراة في التمثيل. وأكد الفنان منذر ريحنا أنهم وجدوا صعوبة أثناء تمثيل المشاهد. الحقيقة أن من دور لدور آخر قدر الفنان منذر ريحنا أنه يزرع حب الجمهور المصري ليه، ويقدم السنة اللي فاتت مسلسل العقرب، ويقدم دور مختلف وجديد عليه مع المخرج الكبير نادر جلال. تعالوا مع بعض نلتقي بالفنان منذر ريحنا، واللي هيكلمنا عن مشاركته في بطولة فيلم جارسونيرا مع الفنانة غادة عبد الرازق ونضال الشافعي، وتعالوا نشوف كمان هيقولنا ايه عن أعماله الفنية اللي جاية. بصراحة استغربت. لا ده عينيكي مش مريحاني. انا زعلتي في حاجة النهاردة ولا ايه؟ انا بس واحد مش عايز اسمع. ماشي. رغم حالة الركود اللي بتعيشها دور العرض السينمائية في مصر، إلا أن فيلم جارسونيرا قدر يحقق أكتر من 1,000,000 جنيه في أول 10 أيام من عرضه. بتدور أحداثه داخل فيلا فخمة تمتلكها الفنانة غادة عبد الرازق وهي ندى، وبتربطها علاقة حب بصاحب حزب سياسي طموح وهو الفنان نضال الشافعي. وأثناء وجودهم معا يقتحم لص الفيلا وهو الفنان منذر ريحنا، وتتوالى الأحداث الفيلم بطولة غادة عبد الرازق ومنذر ريحانة ونضال الشافعي. يا رب نبارك البلد نفسها انه ان شاء الله ترجع قوية زي ما عرفناها، وان شاء الله نكون معاها. مبروك لكل الاعمال التانية اللي اشتغلنا في ظروف صعبة جدا، والشكر لكل الزملاء اللي فعلا عدينا بمرحلة مش سهلة جدا واصرينا عن نقدم حالة فنية مختلفة. بصراحة استغربت. لا ده عينيكي مش مريحاني. انا زعلتي في حاجه النهارده ولا ايه؟ انا بس واحد مش عايز اسمع. ماشي. اتعلمت منه حاجات. حاب اشكر كل كاست العمل. احنا اشتغلنا في ظروف صعبه جدا 50 يوم وعملنا مسلسل في 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 الظروف اللي احنا عارفينها برضو. اوكي. والحمد لله تجربه كده عدت بشكل لطيف والناس شافتها بشكل لطيف والحمد لله. اخلص سعاده السفير سامع عمره شخصيا. سامح كان خايف قوي. ايه زين الاخبار؟ زفت. لكن سامح كان خايف على نفسه. حابب برضو اشكر كاست العمل كامل، ويا رب يا رب انه الفيلم ده يلاقي نجاح، لانه في حالة مختلفة وفريدة من نوعها. يعني إن شاء الله الجمهور يشوفه، وإن شاء الله نكون قدمنا في نهاية 2013 حاجة كده حلوة. مظبوط أكل عشنا. تكتب لي ناشيك من أبو 5-6 صفار. أمي دعيالي ورزقي واسع. أنت مجنون يا ابني. هتستعبط. أنا مش عايزة. اخلصي. إيه الحيوان اللي تتعبط؟ العبوا عريس. لا لا لا، في تحرك، وان شاء الله تحرك ايجابي جدا. ما حدش يخاف على الفن. الفن ليه قواعده واسسه الثابته. مهما حاول اي حد يجي يهدم مش هيقدر. انا مش هعمل كده. ايه انا ورايا 1,000,000 حاجه لازم افكر فيها قبل ما افكر في اللي حصل لك. انت كلب قوي. ايوه كده جامد. لو انا جيت عليك في الفترة اللي فاتت جامد، صدقيني انا هصلح كل ده في الفترة اللي جاية. كتر في دراما وفي سينما، يعني في كده وفي كده، وان شاء الله في الايام. محل دراسة ولا اوريدي؟ محل دراسة. لا محل دراسة لسه. اللي انا كنت مستنياه منك ده بتستنى اي واحدة ست من اي راجل، حتى لو كان شايطها من الشارع. اسف.
فاكره ان شغله هو اللي بيديله وبيديني القوه، لكن اكتشفت ان شغله اسرع حاجه في الدنيا ممكن تكسر. حابب اقول للقناه دريم شكرا، ويعني انتم من القنوات اللي انا بحبها فعليا يعني.